اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه دايما المصريين بيستطيعوا انهم يتفوقوا ويكونوا موجودين في الصفوف الاماميه في كل المجالات، ودايما اسماء علمائنا المصريين حاضره وبقوه في العالم اجمع في كل الاصعده وعلى كل الاصعده. الحقيقه اتكلم حضراتكم دلوقتي عن الدكتور محمود عبد العاطي اللي منحته الصين. دكتور محمود عبد العاطي استاذ بجامعه سوهاج بمصر، منحته الصين جائزه كو تشو هان، وده لعام 2023 كاحد افضل علماء الرياضيات في العالم، وده لمساهمه سيادته الاساسيه في الخوارزميات الكموميه والبصريات الكموميه، ابتكار واحد من المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانج عبد العاطي كارلو. دكتور محمود عبد العاطي هو أستاذ بجامعة سوهاج في مصر زي ما كنت بقول لحضراتكم، وحصل على الدكتوراه في البصريات الكمية من معهد ماكس بلانك للبصريات الكمية في ميونخ بألمانيا. بيشتهر البروفيسور عبد الله عبد العاطي بمساهماته الكبيرة في مجاليات الخوارزميات الكمومية والبصريات الكمومية، وعلاوة كمان على ان هو من طور وألف وشارك ومؤثر مشهور على نطاق واسع، وده الحقيقة هنعرفه منه بالتفصيل. دلوقتي معانا على الهاتف العالم المصري دكتور محمود عبد العاطي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، ويعني علماء مصريين حروفهم واساميهم بتكتب دايما بحروف من نور وفي المقدمة دائما في مختلف دول العالم، أنا ببارك لحضرتك على هذه الجائزة. شكرا يا فندم، ربنا يبارك فيك يا رب. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل حصول حضرتك على هذه الجائزة. والله هي الجائزة دي عبارة عن جائزة صينية اتعملت تحديدا لذكرى العالم الكبير شاو بتاعه، اللي هو قدم نظريات كبيرة جدا في التحليل الرياضي واللي حلت معظم المشاكل اللي ما كانش لها حل قبل كده. فهم عاملين الجائزة دي بيدوها الواحد في كل سنة من العالم، دول العالم مختلفة يعني بتمنح لواحد بس. لازم يكون الشخص اللي بيمنح الجائزة ليه نظرية مسجلة باسمه أو ليه قراءات اختراع في الرياضيات أو تطبيقات الرياضيات مسجلة باسمه يعني. وحضرتك يا دكتور محمود اخذت الجائزه عن يانج عبد العاطي كارلو. بالظبط، احنا عملنا كان مؤثر رياضي جديد عملناه من سنتين، والمؤثر الرياضي الجديد ده يعني فسر حاجات كثيره جدا ما كانش قبل كده ليها تفسير. وعشان كده اصبح من الحاجات العلامات المميزه الى جانب التطبيقات الاخرى الكثيره اللي طلعت بناء على النظريه دي. ده بيغير في ايه؟ في التفاضل والتكامل؟ يعني لو حضرتك تفهمنا تفاصيل اكتر. لا، هو احنا دلوقتي النماذج الرياضيه كلها بتتبني على اساس انها تحل مشاكل موجوده في الواقع. فاحنا عندنا مع التقدم الكبير المذهل الحاصل حاليا في صناعه الكمبيوترات، وخصوصا حاجه اسمها الكمبيوترات الكميه، اصبح عشان نعمل دوائر كبيره و بروسيسور كبير جدا لازم يبقى في عندي افكار جديده تحل لنا المشاكل اللي موجوده في الدوائر الكهربيه. فالنظريه دي او التفاضل الجديد ده حل مشاكل وادالنا تفسيرات خلى الناس اللي في المعامل وفي التطبيقات يقدروا يعملوا كمبيوتر اسرع بكثير من الكمبيوترات الحاليه. عايزه كمان يا دكتور اسالك، بما ان حضرتك في جامعه سوهاج، يعني الطلبه بيكونوا مشتركين في جوائز زي دي، بيكونوا حتى مطلعين انه عندهم اساتذه دخلوا في هذه الجوائز ونفسه، واكيد المنافسه بتكون قويه، احنا بنتكلم على الصين واحده من يعني كبريات الدول في هذه المجالات يعني. والله طبعا يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ندي ثقافه البحث العلمي وثقافه النشر وثقافه الاحتكاك الدولي، ودي ما لهاش مردود على الطلاب بس، تعرف الجوائز دي واسم مصر لما يتردد في المحافل الدوليه دي بالشكل اللي احنا كلنا بنرضى عنه ونبقى مبسوطين. طبعا شيء مشرف لكل مصري. احنا فخورين دلوقتي في الفتره الحاليه بالتقدم المذهل اللي حاصل في مصر في البنيه التحتيه وفي الوجه
الحضارة اللي موجودة ليه مصر. فحصولنا على جوائز وحصول علمائنا على جوائز بره ده بيكمل الصورة الحلوة اللي احنا بنبنيها لمصر الجديدة دلوقتي. صحيح، وكمان اعتقد يؤثر على يعني ترتيب الجامعات. احنا دلوقتي بقى معظم جامعاتنا بقى ليها ترتيب عالمية. طبعا الجوائز الاسم نفسه اول ما بيتردد في محفل زي ده، محفل دولي زي ده، ومصر موجودة وجامعة سوهاج موجودة، فده ميزة كبيرة جدا هتساعدنا في حاجات كثيرة بعد كده، ونتمنى انه هي تبقى عبارة عن نقطة بداية مش نهاية. يعني حصولنا على تكريمات وعلى جوائز بره مصر هو مش معنى ان انا خدت الجائزة انا احسن واحد يعني في الرياضيات في مصر، في ناس احسن مني بكثير جدا في مصر موجودين، هو بس كانت ده تواضع العلماء يا دكتور. الحقيقه يعني الحمد لله انه بلدنا يستحق ان احنا نمتلك كل هذه الكوادر. لكن كمان عايزه حضرتك تقول للطلبه وتقول كمان حتى اساتذه الجامعه او دكاتره الجامعه اللي لسه صغيرين الطريق اللي ده، لانه البحث العلمي مفتاح لحلول كثيره وحلول كمان مسائل حتى بنشوفها معقده، لكن البحث العلمي بيكون هو المفتاح. يعني توصيات حضرتك ليهم ايه؟ احنا في العصر الحالي اللي هو تسارع التكنولوجيا بطريقة كبيرة جدا، كلنا محتاجين ان احنا نؤمن ايمان كامل انه ما لناش حل ان احنا نمشي مع العالم، وان احنا نتطور ببلدنا، وان احنا ندعم اقتصادنا ونتحرك بسرعة كبيرة الا من خلال العلم، ومن خلال العلم المبني على الاساسيات واخلاقيات البحث العلمي. احنا نعمل بحوث ونعمل بحث علمي، ولكن بنراعي اخلاقيات البحث العلمي، نراعي الامانه، نراعي الدقه، نراعي كل الاساسيات اللي هي تؤدي الى النتائج. النتائج دي يتم تطبيقها وتطبيقها تؤدي الى انتاج تكنولوجيا موجوده داخل مصر بدل ما احنا نستورد. يعني البلاد اللي هي حاليا هتمشي بشكل ممتاز وهتقدر تساير العالم البلاد اللي عندها القدرة على إنتاج التكنولوجيا، وإنتاج التكنولوجيا ده محتاج إن احنا نهتم بالبحث العلمي ونهتم بالإيمان إنه البحث العلمي هو الطريق للتقدم. صحيح، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا ومتشرفين إن حضرتك كنت معنا على التليفون، وألف مبروك هذه الجائزة للعالم المصري دكتور محمود عبد العاطي. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. الحقيقة إنه القائمة طويلة والمصريين موجودين ومشرفين في كل المحافل الدولية، ودايما يوم بعد التاني بتخرج نبتة طيبة من هذه الأرض الطيبة اللي بكل تأكيد احنا بنتشرف بوجودهم ونتشرف ان هم بيمثلونا في كل المحافل الدولية.